بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما حررنا معنى البدعة وأنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فإننا سنرى كثيرا من عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار حولنا لا علاقة له بالبدعة. لما زاد المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا، رأوا علماء الهندسة أن المنبر بدلا من أن يكون درجتين كما كان على عهد الرسول، وكان المسجد محدود 300 ذراع يعني 150 متر، وأصبح المسجد بعيد زي مسجد الأزهر أو المساجد الكبيرة، فاحتاجوا إلى منبر عالي علشان الصوت يوصل بتاع الخطبة. احتاجوا إن هم يعملوا تجويف سموه المحراب، عشان الصوت يطص في التجويف ده ويسمع، يعمل إيكو صدى يعني للي ورا، فالناس كلها تسمع من غير ميكروفون، لسه الميكروفون ما ظهرش. تراتيب حياتية، كله ده لا علاقة له بالبدع، لأنه لم يكر على شيء مما تركه لنا رسول الله في هوية الإسلام بالبطلان. إنما البدعة فين؟ البدعة مش في كده، لأنه لم يكر على شيء مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هوية الإسلام. إنما البدعة إن واحد يجي يقول لي والله أنا أمرت أن أقتل الناس، ويترك يكر على كلام النبي عليه السلام وهو يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تبقى بدعة، يبقى داعش وواغش ومش عارف ايه القاعدة والواعدة، كله ده بدعة، لأنهم حرفوا النصوص عن مواضعها، لأنهم أتوا بشيء يقدح في هوية الإسلام. سيدنا يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب، فراحوا قالوا إذن فيجب علينا إن احنا نحتل الشام والعراق ومصر ونعمل فتنة ونحاربكم انتوا قبل ما نحارب الصهيونية. طب يعني انتوا دلوقتي جايين تقتلوا المسلمين في بلادهم من أجل تصور قائم في ذهنكم هو بدعة. فقالوا الحديث كده ولا لا؟ قلت له لا مش كده. قال ما أنا لسه قايله أهو قدامك. قلت له أيوه أنت قايله، لكن البعيد مش راضي يفهم حاجة. قال لي فهمني. طيب قلت له اقرا وافهم. أمرت ولا أمرتم؟ قال لي لا أمرت. قلت له يبقى اللي أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم ناخد كل الشروط اللي النبي تركها واللي النبي كانت محيطة بيه، علشان هو أمر بهذا في ظل حياته الشريفة. أن أقاتل ولا أقتل؟ أقاتل. أقاتل أفاعل، يعني في طرفين. يبقى حضرتك بتقتل ليه الناس؟ ابتغاء التسلط على المكان، وابتغاء التسلط على البترول علشان تصرف على السلاح اللي هيريق دماء المسلم وغير المسلم. الناس دول مين؟ كل المفسرين بيقولوا الناس دي قريش. حضرتك خليتها الناس اللي في الأرض؟ الله، ده الناس اللي في الأرض دول زبايننا، ده الناس اللي في الارض دول هم اللي هندعوهم الى الله وندعوهم الى الاخره وندعوهم الى الجنه. انت هتروح تقاتل الناس اللي في الارض؟ قال مش هو اللي قال كده؟ قلت له ما قالش. قالوا الناس اهو. قلت له طب ايه رايك في قوله تعالى الذين قال لهم الناس، اللي هو نعيم بن مسعود. الناس هنا معناها ايه؟ واحد بس. ان الناس قد جمعوا لكم، اللي هم قريش. الضلال ده مش هيخلص بقى كله ده، لأنه هذا الإنسان مبتدع، لأنه هذا الإنسان مشي ورا ضلالته. أقوام يتكلمون بألسنتنا وليسوا منا. أيوة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. أيوة، الناس دي مش مظبوطة، دول مبتدعة. أمرت أن أقاتل الناس، اللي هو قريش. طب وليه النبي أمر أن يقاتل قريش؟ لأن قريش ما سبتوش في حاله 14 سنة وهو مقيم في مكة، قاعد يدعوهم إلى الله وهم بيأسوهم، سابها لهم ومشي وهاجر. قبليه الصحابة هاجروا إلى الحبشة هجرة أولى هجرة تانية، وهو هاجر إلى المدينة، ما سابوهوش في حاله. قاتلوه في بدر. فين بدر دي؟ قرب المدينة كده اهو. قاتلوه في أحد. أحد اللي هو إيه؟ الجبل بتاع المدينة، يعني في المدينة، يعني أنا قاعد في حالي وقاعد أتضرب. قتلوه في الخندق. خندق إيه؟ الخندق اللي عملوا حوالين المدينة برضه، قاعدين يقاتلوه ويتفقوا عليه. اتفقوا مع اليهود في خيبر نعمل كماش عليه ونخلص من الحدوتة دي بقى، احنا من تحت الجنوب وانتوا من فوق. فراح جري علشان يعمل صلح الحديبية، فيفك الكماشة اللي تحت ويطلع يفتح خيبر، يفك الكماشة اللي فوق. الله، ده في حالة دفاع مستمر. يبقى إذا نفعل يا أخويا زيه. أمرت أن أقاتل اللي بيضربني، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. عشان كده بقى، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حول هذا المعنى، معنى التطرف والإرهاب والفهم الخطأ اللي مدخلنا فيه كان البدعة، كنت أحب أن أسمع أسئلة إذا كانت عندكم أسئلة. طب قول أنت كده. لو واحد مثلا وصل لعلم معين ومثلا بقى في كذا مكان عايزه، ومنهم دولته عشان ينفع يعني الدولة بتاعته، وهو مثلا في حاجات يعني دول تانية أو كيانات تانية عرضت عليه إن هو يجي لهم مقابل مادي أكبر من الدولة هتديهوله، فهل صح هل هو عادي يعني يروح المكان ده ولا غلط لازم ينفع دولته؟ غير الجانب الإنساني، الجانب الديني يعني. الجانب الديني والجانب الإنساني هو مبني هذا الكلام على مدى تعلق هذا الإنسان وانتمائه بوطنه. والانتماء بالوطن مسألة في غاية الأهمية، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه عندما خرج من مكة وقال ألا إنك أحب بلاد الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. وكان بيحترم هذا المعنى، وكان لما الناس تيجي تسلم على إيديه يردها إلى أوطانها علشان ما يحرمهمش من وطنهم ويحسوا بالغربة. الآن الأرض كلها بقت كأنها قرية واحدة. في أمريكا لما تيجي تاخد الجنسية الأمريكية، من ضمن القراءة اللي أنت بتقرأها في الحلف إن أنت تنتمي لوطنك الأصلي. شوف بقى الوعي هنا، يعني هو مش عايزك تخون وطنك، هو عايزك تفيد وطنك. العقلاء شأنهم كده. فلما أروح في هذه الدولة وأذاكر وأخد درجات وأكتشف وأعمل البحوث وأبقى أنا زي أحمد زويل وزي مجدي يعقوب وزي كده. ارجع فيد بلدك، عينيك على فايدة بلدك. رجع الله يرحمه أحمد زويل، والحمد لله كان من الأشياء اللي ربنا من علي بها أنني صليت عليه. أنا كنت إمام الصلاة على أحمد زويل، لأنه رمز للحتة اللي أنت بتقول عليها. راح ودرس ووصل ولغاية ما خد نوبل، يعني حاجة، واكتشف حاجة تفيد البشرية، لكنه عينيه عايز يطور التعليم في مصر. عينيه إنه هو عايز يدي الميثودولوجي أو المنهجية يعلمها إزاي لعقلية الطلبة عندنا. هو ده اللي مطلوب، لأن ده الأرض كلها بقت شيء واحد، بقت كأنها قرية واحدة. فمن الناحية الدينية ومن الناحية الإنسانية الانتماء للوطن هيحل الكلام اللي أنت بتقوله. إحنا بنعمل كان حاجات معرفش باقية لغاية دلوقتي ولا لأ. وإحنا صغيرين كان في حاجة عندنا اسمها تحية العلم، معرفش موجودة لغاية دلوقتي ولا غير موجود. تحية العلم دي يعني علامة للانتماء، تربية في النفس الجوانية انك ليك ارض هنا، وان ارضك دي اللي ربنا خلقك فيها عليك ان تحبها وان تخدمها وان تقوم بشأنها. تحية العلم ده كان رمز. واحد يجي يقول لي هو ده بدعة؟ نشوف. هو النبي عليه السلام لما كان يرص الجيوش عشان يدافع على الهجومات بتاعة المشركين، فكان يجعل كل قبيلة مع بعضها. يعني انت من غطفان يخليك مع الجماعة بتوع غطفان، لانه بنعرف نقاتل مع بعضنا، بنعرف اللغة بتاعتنا، فريق واحد. ادي الوطنية اهي، ما هي وطنية، ما هو دول بتوع غطفان، دول بتاع هزيل، دول بتوع تميم، دول ويعمل لكل فريق منهم يعمل له ايه؟ سلوجن. يعني ايه السلوجن؟ شعار. ها، يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني مش عارف عصام الدين، وهكذا. كل حتة يبقى لها شعار ينادوا بعض، يعرفوا بعض في المعركة فيه. اهو ده عامل زي العلم، ما هو ده اللي اتطور بعد كده على طول في الجيوش الإسلامية. بمحض ما راحوا إلى خرجوا بقى إلى فارس والروم وكده، في حدوتة العلم ده أو تحية العلم. في حاجات ساعات بنفهمها غلط أو بيشوش علينا فيها غلط، وإحنا مش عايزين كده. إحنا عايزين نمسك الحاجة الصح ونفهم إنه دي فعلا ما هياش بدعة ولا حاجة، دي هي المطلوب مننا من أجل سعادة الدارين. في النهاية هنسعى إلى سعادة الدارين. مع نور الدين نسير، فإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.